ضمن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، تقوم شرطة النجدة التابعة لإدارة العمليات بوزارة الداخلية بالعديد من المهام في مساندة ودعم جهود وزارة الصحة كالفحوصات العشوائية، وأيضا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجمع يزيد على 5 أشخاص في الأماكن العامة. يد تعمل في الصفوف الأمامية ضمن الجهود الوطنية في الحد من انتشار فيروس كورونا بمهام متعددة، ويد أخرى تمدها في تقديم العون للمواطنين والمقيمين بتواجدها المتواصل على مدار الساعة، فلا تخلو طرقات محافظات المملكة الأربع من التواجد الفاعل لرجالات شرطة النجدة التابعة لإدارة العمليات بوزارة الداخلية وتأهبها الدائم لتقديم المساعدة والحفاظ على الأمن. الرئيسية حاليا متحركين مع الباص برفقة 15 شخص من مقر سكنهم إلى مركز أرض المعارض لإجراء الفحوصات اللازمة. رسالة واضحة الرئيسية. استلمت الرسالة جيدي. وفي الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وضمن منظومة أداء متكاملة، تصاحب دوريات النجدة الحافلات التابعة لإدارة النقل بوزارة الداخلية في نقل العائدين إلى المملكة بعمليات الإجلاء ونقل الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها، وتكون اليد اليمنى في الزيارات الميدانية التي تنفذها وزارة الصحة للفحوصات العشوائية. وبتواجدها المستمر في مختلف مناطق البحرين، تعمل شرطة النجدة في تعزيز التباعد الاجتماعي ورصد مخالفي القرار الوزاري بضرورة ارتداء الكمام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجمع يزيد على 5 أشخاص في الأماكن العامة. سرعة الاستجابة لدى دوريات النجدة هو العنصر رقم 1 والأهم لدى دوريات النجدة، كون دوريات النجدة هي المستجيب الأول لتلقي أي بلاغ، تقوم دوريات النجدة مباشرة إجراءاتها في الاستجابة الأولية للبلاغ لحين وصول الجهات المختصة. يتم تسيير دوريات النجدة على الشوارع الرئيسية على مدار 24 ساعة للتأكد من الحركة المرورية وتقديم المساعدة على الطريق. وفي ظل أزمة فيروس الكورونا، تقوم دوريات النجدة بمرافقة جميع الأشخاص سواء كانوا مشتبه بالإصابة أو مصابين بالفيروس، نقلهم من مقر سكنهم وإلى مراكز تلقي العلاج. وتشكل سرعة الاستجابة لمختلف أنواع البلاغات خط الدفاع الأول لدى رجالات النجدة في مختلف الظروف والأوقات، لتنعم البحرين دائما بأمنها وأمانها.